طيبة لكم مشاهدين الكرام وين ما تكونون من شمال العراق إلى جنوبه. بما أنه خلصت فقرة الرياضة الصباحية رح ننتقل بكم لفقرتنا المهمة وهي محور الصباح. مشاهدينا، ما هو مفهوم برلمان الشباب العراقي وما الذي يقدمه من حلول وخدمات لأبناء البلد؟ بالتالي مشاهدينا اليوم محورنا مختلف، فهو ليس حول موهبة فنية أو أدبية ولا حول مبادرة مجتمعية، بل هو حول البرلمان. ولكن برلمان الشباب العراقي، ما هي قصة هذا البرلمان وما هي أهدافه ومن يقف وراء تأسيسه؟ وهل يحقق شيء مختلف عما يحققه البرلمان العراقي المتعارف عليه من قرارات وقوانين تسعى لخدمة المجتمع؟ هذا ما راح يعرفنا ويحدثنا عنه ممتاز كاظم، منسق في برلمان الشباب العراقي ببغداد الدورة الرابعة. ويسعد صباحك. صباح الخير عليك، نورتنا. صباح النور العامل جديد، نوركم الله يحفظكم، وتحية صباحية لحضرتك ممتاز. اليوم البداية قبل كل شيء عرفنا عن نفسك وأيضا عرف المشاهدين عن نفسك، وأريدك تخبرنا ما هي فكرة برلمان الشباب العراقي، وبنفس الوقت متى تأسس، وايضا من سعى الى تاسيس هذا البرلمان الشبابي. صباح الخير والعافيه مره اخرى، وتحيه طيبه للمشاهدين الكرام. اسمي ممتاز كاظم، منسق عام بغداد برلمان الشباب الدوره الرابعه، ماجستير اداره اعمال. برلمان الشباب هو احد تشكيلات وزاره الشباب والرياضه، يسعى دائما الى رؤيه حديثه من خلال تطوير وزياده بالمهارات وتقدير الشباب اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، من خلال مجموعه من البرامج والمخيمات والتدريبات اللي دائما تكون داخل الوزاره او خارجها، لكن هو الهدف الرئيسي والامثل اللي هو حصول الشباب على مجموعه من المعلومات الخاصه في التنميه المجتمعيه والتمكين السياسي. يحصل هذا من خلال ما يتم التعرف عليه من الهيكل الوظيفي الخاص في برلمان الشباب، قلنا هو يتبع الى مكتب السيد الوزير، مكتب وزير الشباب والرياضة. دائما أكو مجموعة من الأعمال ودائما أكو مجموعة من التدريبات اللي نتلقاها أما داخل الوزارة أو خارجها. ممتاز ممتاز وممتاز. طيب كم دورة أقيمت لهذا البرلمان؟ والسؤال أهم، شو هي المنجزات اللي قدمتوها وهذا البرلمان قدمها للشباب من بداية تأسيسه ولغاية هذه اللحظة؟ طبعا احنا الدورة الرابعة اللي هي من سنة 2021 إلى سنة 2023، الدورة الأولى صارت 2009. هاي الدورة الرابعة سبقتها ثلاث دورات، منها كانت 4 سنوات ومنها سنتين. الهدف الأسمى والأفضل هو تمكين الشباب، إمكانية وعيهم، زيادة من إمكانياتهم وقدراتهم، إذا كان بالمجال الاجتماعي، مجال السياسة، مجال الاقتصاد، مجال الثقافة. لكن إحنا اليوم برلمان الشباب كدورة رابعة هو عبارة عن مجموعة من الأطياف العراقية، اليوم مو فقط في بغداد، مجموعة من المحافظات، منسقين، وهاي المنسقين يتم اختيارهم من خلال ترشيح، يعني خلال كل فترة 6 أشهر، هاي الـ6 أشهر تكون تقييم حقيقي لأعمالهم خلال هاي الدورة. احنا نسميها دورة رابعة لأنه هي تمثل يعني الشيء التشريعي اللي يتشبه في البرلمان العراقي الحقيقي، لكن احنا أكيد احنا تشكيل تابع وهو يعني مجاني، يختلف عن الجهة التشريعية الموجودة في السلطات الثلاثة. رائع جدا. أريد تحكي لي اليوم عن نظام الانتخاب وبنفس الوقت نظام الانتباء وبنفس الوقت الترشيح لهذا البرلمان. هل هو كالمتعارف عليه بالبرلمان العراقي؟ قبل قليل احنا تحدثنا او قبل ما تبدي الحلقة حكينا عن خلف الكواليس انه كيف يتم الانتماء الى هذا البرلمان؟ هل الابواب مفتوحة للشباب بصورة عامة؟ 100% الابواب مفتوحه، بس راح نجيها تدريجيا. بما انه احد تشكيلات وزاره الشباب والرياضه، لازم انه يكون اللجنه الخاصه في قبول الترشيحات هي من وزاره الشباب والرياضه، يتم تكليفها من السيد الوزير بشكل مباشر. احنا قابلنا هنا في دائره الرعايه العلميه عن بغداد وبقيه المحافظات في الدوائر التابعه لوزاره الشباب والرياضه. قدموا على هاي الدوره خصوصا الدوره الرابعه 500 شخص، تم قبول 128 الى 135 شخص. من خلال هذه الاختيار هي مجموعه من المواصفات والافضليه لكل مرشح عن مرشح اخر. هاي الترشيحات تجي من مجموعه من الشباب، قد يكون ذو تحصيل علمي معين، قد يكون ذو مؤهل علمي معين، قد يكون عنده منجز حقيقي على الشارع، راح يجي يقدم على برلمان الشباب. تقابل هاي اللجنه اللي مؤلفه من 4 الى 5 اشخاص اللي هي نفسها قابلتنا،
بعدها راح يكون عندنا اختيار منسقين اللي هو ممثل هاي المحافظه لكي يسهل عمليه التنسيق، لانه اليوم احنا كمحافظه بغداد اللي هي الاكثر عددا 40 الى 42 فرد او مرشح، وبقيه المحافظات اسوه بكذلك، انه اليوم اكو انتخابات، هاي الانتخابات تصير كل 6 اشهر، كل 6 اشهر يختار منسق واحد ونواب. حلو، طيب ممتاز، خلينا نتكلم شوي عن الدعم، هذه التفصيله والجزئيه جدا مهمه، هل يا ترى اليوم هذا البرلمان يحظى حصرا دعم من قبل وزاره الشباب والرياضه، لو اكو جهات اخرى خاصه تساهم بدعمه بالاضافه للجهات الحكوميه؟ طبعا هو من احنا قلنا هو احد تشكيلات وزاره الشباب والرياضه، مكتب الوزير هو تابع الى الوزاره. بالضبط. اذا هو تشكيل شبه حكومي، لكن اليوم 100% احنا اللي يعني اللي احنا نحصل عليه من دعم هو فقط من قبل الوزاره، اما الدعم من قبل المنظمات او غيرها يحتاج لها الى، اذا اردنا نسويها كمنظمه برلمان الشباب يحتاج لها، انا اليوم اذا عندي مجموعه من الاعمال الداعمه من قبل منظمات دوليه اريد اقدم عليها ما اقدر الا قانون مسجل منظمات المجتمع المدني واقدم على منح. طيب ممتاز، هل هنالك تخصيص معين يخص الذكور والاناث؟ يعني احنا نعرف دائما المرأة شوية حقوقها أقل، مو؟ صحيح، أدافع عنكم 100%، هذا واقع. لذلك احنا شاهدنا هذا الأمر حتى في البرلمان العراقي، هل هنالك خطة معينة توضع؟ هل هنالك شروط معينة حتى ممكن أن يكون أكو تقارب ما بين أعداد الذكور والإناث في هذا البرلمان؟ طبعا وزارة الشباب والرياضة حريصة جدا على دعم تمكين المرأة بشكل أساسي، وكو توزيع جندري كبير من خلال توزيع الإناث والذكور، خلال شلون يتم الاختيار، اذا آلية الترشيح، قضية الاختيار، المجموعة من الشباب اللي يقدمون لازم يكون اكو توزيع محدد بين الشباب والإناث بشكل متساوي، لان تدري حضرتك انه احنا اليوم 60% من المجتمع العراقي هو شباب، هسه بغض النظر عن توزيع الجندر اذا كانوا ذكور او إناث. صح، من المهم جدا انه التوزيع الجندر يكون متواجد في برلمان الشباب، وهو بالفعل متواجد، احنا انا كمنسق بغداد تم اختياري للمرة الثانية، الدورة الأولى كانوا عندي مساعدين 2 اللي هم تم أنه من خلال نظام الداخلي لازم أنه يكون إناث، واحدة بواحد آخر ذكر، وبعدها أنه المنسق المرة أخرى من رشحنا لازم أنه فتح الترشيح إلى الإناث. حلو، طيب ممتاز، اليوم أي مشروع شبابي، يعني أي شخص اليوم سواء شاب أو فتاة تبلش بمشروع معين لابد تواجه بعض الصعوبات والعراقيل اليوم حتى تحقق أحلامها وطموحاتها وإنجازاتها. طيب بهذا البرلمان شنو الأمور يلي واجهتوها من صعوبات واليوم تحديات وأمور مريتوا بها عرقلت بعض التفاصيل واللي حابين كفريق إنه تتجاوزوها وتجتازوها بنفس الوقت؟ أول شيء هو إحنا بدنا نتعامل ويا جهات حكومية، لأن أنا اليوم مثلاً مؤسسة حكومية اللي هي وزارة الشباب والرياضة. طيب. اليوم مثلاً أريد تدريبات. النظام العراقي بالخصوص النظام الحكومي هو بيروقراطي اللي هو حكم المكتب. أنا اليوم إذا أريد أتدرب في وزارة معينة أو جهة معينة لازم أفاتحهم، والرد يكون في أوقات محددة، ولازم يحتاج إلى مجموعة من التفاصيل الخاصة في العملية الإدارية. أنا اليوم اللي أريد أوصل لأنه أمكن الشباب، أنميهم، أطور قدراتهم، لكن من خلال تسهيل بالإجراءات وتبسيطها. قد تكون المؤسسات الحكومية هي جدا متعاونة ويانا، لكن الأهم والأفضل أنه شوي نقلل من الإجراءات الحكومية اللي هي متمثلة في النظام الورقي وكتاب صادر وكتاب وارد، هذا يكون أسهل إنه يعني مثلا اليوم اذا اريد افاتح جهه لكي ادرب شباب او امكنهم سياسيا يحتاج الى تسهيل اكثر، ويعني اقلل من الصعوبات اللي تواجهنا اذا كانت من الدورات القديمه لليوم. والاهم من عندنا انه احنا اليوم نريد نوصل الى مجموعه من الشباب الواعي متمكن سياسيا ويقدرون ياثرون بالمجتمع، لان هم كل اللي تم ترشيحهم وتم اختيارهم هم مجموعة من الأفراد مختلف المحافظات، هم مو فقط في بغداد، مجموعة من المحافظات هم يمثلون مجموعة من الشباب. حلو. جميل. حلو. جدا زين ممتاز، هل ممكن أنه نعتبر دخولكم إلى برلمان الشباب العراقي هو أو هي خطوة تحضيرية لدخول البرلمان السياسي، لو هي خلينا نقول بس مجرد تجربة مجتمعية لا؟ يعني هي تتبع الشخص اللي مرشح واللي تم قبوله، اذا اريد تجربه مجتمعيه تكمل الدوره ويروح انه يتوقف على هذا الحد، او يريد يعني يكمل انه هو طموح شبابي، لكن ضمن النظام الداخلي برلمان الشباب العراقي هو التمكين السياسي. هل هو تمكين سياسي فقط؟ لا،
هو عبارة عن مرحلة أولية للحصول على برلمان شباب، برلمان حقيقي مو فقط برلمان شباب. اليوم شاهدنا بالدورة هاي البرلمانية أكو 2 عندنا نواب صعدوا، وعندنا أيضا مرشحين في هاي الدورة الانتخابية، نسعى ونطمح إلى وصول من البرلمان بس مو هاي الدورة، الدورات السابقة، ونتشرف 100% بهم ويعني ندعمهم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أعمالنا. لكن إحنا اليوم كعراق اليوم منين نجيب السياسيين ومنين نجيب قابل نريد نستوردهم 100% انه لازم من الموجودين. صح. فهذا البرلمان هذا التشكيل راح يدعمنا بشكل اساسي انه هواني اجهز اليوم هواي نشاهد انه مجموعه من الاشخاص في السلطه التنفيذيه او السلطه عفوا التشريعيه انه ما عنده ذيك المعلومات، انه واصل مرحله متقدمه بالعمر هو ما عنده المعلومات الخاصه في التمكين السياسي. فهو حلو اليوم اذا احنا شباب اعمارنا صغيره عندنا معلومات كبيره عن التمكين السياسي. طيب ممتاز، يعني بداية حديثنا بمحورنا ذكرت حاليا أنتم بالدورة الرابعة، فهواية من الشباب والشابات حاليا دي يتابعونه فيحبون ينضمون لبرلمان الشباب العراقي، فهل يا ترى تصريح من خلاله أكو إن شاء الله دورة يعني الأيام القادمة، بالإضافة شنو اليوم نشاطاتكم بالمستقبل القريب والبعيد؟ أول نقطة أنه هو خلال كل سنتين أو خلال 4 سنوات، إحنا الدورة الرابعة 2021 إلى سنة 2023. تنتهي سنة 2023 راح ينفتح باب الترشيح بعد ما يتم الموافقة الإدارية والتفاصيل الإدارية تتم بشكل مباشر، راح يتم الموافقة عليها ويفتح باب الاستمارة من خلاله يقدرون يقدمون الشباب وتتشرف وزارة الشباب والرياضة في تقديمهم وقبولهم لأنهم يمثلون أطياف الشعب العراقي. صح. نشاطاتكم؟ النشاطات حاليا اللي هي موجوده بالنظام الداخلي اللي احنا حققناها اللي هي اما من خلال التخييم او من خلال تحقيق دورات تدريبيه، من خلال تلقي معلومات من جهات حكوميه او خاصه، لكن اليوم اللي احنا بدنا نحققه في ظل جائحه كورونا كدوره رابعه هذا تحدي حقيقي. صح. يعني تلقينا حالنا حال المجتمع العالمي كله مجموعه من الدورات والبيانات اللي هي الكترونيه. هذا مو سهل، لذلك يميزنا عن غيرنا بالاضافه للاعمال اللي نقوم بها الدوره الرابعه. يعني زين ممتاز، اليوم هذا اللي تقدموه دائما والمشاريع والتخطيط هو فقط اليوم لاعضاء البرلمان الشبابي، لو ممكن انه تصدرون محتواكم يعني من خلال التوعيه، من خلال بث الثقافه للمجتمع الشبابي العام، احكي لي عن نشاطكم ايضا الاعلامي اللي قدرتوا توصلون بها رسالتكم، رسالة خاصة بالبرلمان الشبابي لكل الشباب بصورة عامة وبكل المحافظات العراقية. اول نقطة هو احنا اليوم نريد الشباب 100% هم يوصلون، لانه هم يعني ممثلين عن محافظاتهم، ممثلين عن فئة مجتمعية من الشباب، لكن اليوم احنا نطمح انه يستفادون المجتمع. يعني قبل ايام كانت دورة عندنا في دورة أهمية العمل المصرفي مقر وزارة الشباب والرياضة، روجنا عنها إعلاميا من خلال بيجات الوزارة. اليوم احنا اللي كانوا مشاركين هم خارجين مو فقط أعضاء برلمان شباب، استفادوا من عندها. اللي نطمح له أنه يتمكنون الشباب وإمكانية زيادة بقدراتهم، قد يكونون أعضاء برلمان أو خارجين. ممتاز. كاظم منسق في برلمان الشباب العراقي بدورته الرابعة نورتنا، وشكرا لكل التفاصيل يلي انت اليوم ذكرتها، وانت اليوم شاب عراقي للامانه نفتخر بك وبالنجاح يلي تحققه. داعمين ايضا بنفس الوقت لكم ولكل الشباب. شكرا جزيلا لكم، حتى ممكن انه نكون احد اعضاء نتشرف حتى على المستوى الاعلامي ان شاء الله. احنا دائما في برنامج يوم جديد، واصلا هي يعني بسرعه مقالات رشيد الفضائيه هي داعمه للطاقات الشبابيه العراقيه، فنتمنى لك المزيد من الموفقيه. أنا أول ما شفتك قلت يعني شكل مقدم برامج إذاعي واللباقة صوت جوهري يعني حقيقة، الثقافة اللي عنده ما شاء الله. نتشرف بهكذا شباب عراقيين، نالك أيضا المزيد من النجاح والموفقية بإيصال رسالتكم البرلمانية الشبابية لكل المجتمع العراقي. شكرا جزيلا لدعوتكم وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. نتشرف بحضراتكم وأي أحد يريد ينضم إلى برلمان الشباب العراقي لأنه هو خرج نواب وخرج عندنا إذاعيين ومقدمين برامج. حلو، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا مكملين وياكم فقراتنا صباحية، لكن بعد هذا الفاصل.